كما قلت أكثر من 10 غارات بأقل من ساعة، يعني دقائق قليلة كما ذكرت، وقلت تفصل بين كل غارة وغارة. وبالفعل يعني المكان الذي أنا أتواجد فيه أسمعها بكل وضوح، وأرى حتى يعني سماء ضاحية بيروت الجنوبية ينير، إذا يعني ما صح هذا التعبير. الدخان كثيف جدا هنا، يعني حتى أنني لا أستطيع أن أفتح عيني كثيرا نتيجة هذا الدخان الكثيف الذي نراه أمامنا نتيجة هذه الغارات. بالفعل يعني ليل الضاحية لم يعد كما كان سابقا. أود الإشارة إلى أنه حزب الله في بيان الآن له أشار إلى أنه ينفي في بيان أنه تخزين الأسلحة في هذه المباني التي تقصف الآن في هذه المناطق التي حذر جيش الاحتلال منها. أيضا أود أن أشير إلى أنه بالتزامن مع هذه الغارات هناك صفارات الإنذار تدوي في الاحتلال في المستوطنات، كما وأود أن أشير بأنه تزامنا مع هذه الغارات هناك غارات كثيفة في جنوب لبنان كما ذكر الزملاء. يعني بالفعل الوضع تصاعدي، هناك تغيير في هذه المعايير، هذه المعادلة وقواعد الاشتباك. لا ندري ما إذا كان سيكون هناك المزيد من الغارات أم سيكتفي العدو بشأن هذا العدد كون قد أو سلسلة الغارات. العادة تقول أنه مرتبطة بمدة زمنية معينة أو أنه الأمر مفتوح، يعني في أي لحظة في أي دقيقة في أي وقت يبدأ هذا الإسرائيلي في سلسلة الغارات. أود أن أشير اليوم لم نعد نثق فيما يعني في بيانات جيش الاحتلال، هو يقول شيء ويفعل أشياء، يقول بأنه قد حسب ادعائه يضرب مخازن أسلحة، إنما هو يقوم بضرب بالفعل مواطنين عزل في منازلهم في شوارع مدنية وسكنية. هذه الضربات وما يجري في ضاحية بيروت الجنوبية وحتى في الجنوب اللبناني وفي البقاع مجازر، والضربات والأهداف تكون متحركة أكان في الجنوب أما في ضاحية بيروت الجنوبية، يعني لا توقيت محدد. عادة بين كل غارة وغارة هناك مثلا عادة في قواعد الاشتباك تكون هناك ساعة ساعتين بين كل غارة وكل وغارة أخرى، إنما اليوم ما نشهده في عملية الإسناد هذه هناك دقائق قليلة، أحيانا أكثر من دقيقة، أحيانا أقل، أحيانا ضربات متتالية وراء بعضها. لا يمكن التكهن لأفكار أو ما يريد أن يفعله جيش الاحتلال في لبنان الآن سوى أنه هو يعلن الحرب بطريقة غير مباشرة. كل ما نشهده على الأرض ينذر بهذا الموضوع. أود الإشارة إلى أن أيضا الجانب الإيراني يستعد للرد، كما يعني معلومات من الجانب الإيراني وفي بيانات من الجانب الإيراني حول هذا الموضوع بأنه يستعد للرد. لا ندري ما هي هذه الاستعدادات، لا ندري إلى أين ستتجه الأمور أيضا من الجانب الإيراني ومن جانب الحلفاء حلفاء حزب الله اليوم. وكل ما نعرفه الآن في على الأرض هنا أننا نشاهد ضاحية بيروت الجنوبية في صورة مغايرة عن حتى الأيام السابقة منذ بداية الاستهدافات لقياديي حزب الله. اليوم تتغير هذه المعادلة، تتغير هذه المشهدية بالفعل. لا ندري بالفعل الآن ما إذا كان مستشار هناك المرشد الإيراني من ضحايا لا معلومات أنه إسرائيل تخطت الخطوط الحمر. لكن بالعودة إلى شارع لبنان في الضاحية الجنوبية، هل يرغب في مساعدة الجانب الإيراني؟ هل طلب بهذا الأمر أو لا؟ كل الاعتماد أو جل الاعتماد هو على قدرة حزب الله. يعني بالفعل محمد لا يمكنني أن أجيبك عن هذا السؤال بما يتعلق بالجانب اللبناني، لأن الشارع اللبناني كل ما يريده هو الآن أن يكون آمنا بالفعل، يود أن يكون آمنا، لا يريد أن يكون في خطر. كل ما هو يريد أن يتشبث في أرضه، أن ينتصر في هذه المعركة. فيما يتعلق بالجانب الإيراني أو أي جانب من الحلفاء، هذه اللعبة يتركها المواطن اللبناني وحتى المواطنين في ضاحية بيروت الجنوبية وفي الجنوب أم في البقاع وبعلبك لحزب الله، لأنه هو على ثقة تماما بما يريد حزب الله من تنفيذ على الأرض في معركة الإسناد هذه. طبعا نحن يعني دائما على استعداد لمعرفة تكهنات
ماذا ننتظر الآن من هذه المعركة التي نشهدها الآن؟ الآن غارة أخرى، لا أعلم ما إذا سمعت الآن في ضاحية بيروت الجنوبية، وتحديدا في هذه المناطق التي تم التحذير منها. الدخان قريب، يعني أعتقد أنه هي في منطقة الليلك، لأنه الدخان والصوت الصورة لمن قريب يتابع جدا شاشة الغربية رولا. نعم. هي جانب من الضاحية الجنوبية، صورة حية مباشرة تأتيكم على الهواء متابعينا الكرام. الليل محمد لن يكون سهلا في ضاحية بيروت الجنوبية، توازيا الآن أيضا في حال تحريك يتم انتشال المزيد والمزيد من الضحايا، لا ندري ما إذا كانوا شهداء أما إذا كانوا جرحى. يعني لك أن تتخيل في جانب غارة كبيرة، غارات، عشرات الغارات في ضاحية في حار تحريك، بالمقابل تقصف الضاحية بعدة غارات، أكثر من 10 غارات أيضا في مناطق تم التحذير منها. المواطنون ينزحون، لا يدرون إلى أين يذهبون، يفترشون الأراضي، ينزحون مشيا على الأقدام. حتى هذه المشاهد، يعني أقول لك في عام 2006 في ضاحية بيروت الجنوبية كان هناك، يعني الاستهدافات كانت مغايرة، يعني النزوح كان خلص، يعني كان محدود، نزحوا، الضاحية باتت نوعا ما خالية وهم يقصفونها. أما الآن التحذيرات كما نشاهد وكما نشهد على هذه الأرض، يعني يقال بأنه الأماكن المدنية وهم يدعون بأنها مراكز لحزب الله، وهي بالفعل فقط مدنية مدنية مدنية. الآن تريدنا معلومات أود الإشارة إليها، أنه طلب إسرائيل من الدفاع المدني إخلاء الأماكن التي قصفت من عناصر الدفاع المدني. يعني الآن يطلب حتى من عناصر الدفاع المدني إخلاء هذه الأماكن، يعني حتى يعني يطلب من الدفاع المدني، الصليب الأحمر، الإسعافات، يعني قوى فرق الإنقاذ، تخلي سيتركون في العراء، أليس كذلك؟ يا أما يتركون في العراء أم يحاول فرق، يعني هناك ثقل كبير على فرق الإنقاذ والصليب الأحمر والدفاع المدني، يعني يحاولون بالفعل طالما هناك تحذيرات لهم بنقل هؤلاء، ما إذا كان هناك بالفعل جرحى وشهداء أم ضحايا، لنقلهم خارج هذه المنطقة التي لم تعد بالفعل آمنة. لا ندري ما هو مصيرهم، لا ندري ما هو مصير الصرح الطبي في هذه المناطق، لا ندري كيف سيخلون كل هذه الأماكن الأساسية من صيدليات ومستشفيات، وكان يعني حماية لهم من فرق إنقاذ ودفاع مدني وغيره، كيف سيجلون، كيف سيتحركون؟ نحن في حالة ترقب شديد لما يجري الآن، الوضع في ازدياد، كل الضربات، ضربات الجيش الإسرائيلي الآن تكون بكثافة وعشوائية، حتى في يعني عشوائية في جنوب لبنان، وهنا ضربات محددة في أماكن يقول إنها ويدعي إنها مخازن أسلحة، حدد هذه المناطق وحدد هذه المناطق على خريطة، عرضها أمام الملأ دون يعني دون أن يستحي فعلا على ما يقوم به ويدعي بالفعل. محمد نحن بالانتظار، أعداد الضحايا خير دليل، في 2006 تقريبا العدد وصل إلى 1200 من الضحايا، وبالتالي كانت هناك أسابيع من العدوان، هذه المرة هي في أيام معدودة والأعداد ضربت لأضعافها. رولا أشكرك جزيلا، رولا بحسون مراسلة الغد، شكرا جزيلا رولا، التغطية معكم متابعينا الكرام دوما حية مباشرة.